أعزائي عزيزاتي، أهلا وسهلا بكم. هذا ياسين عدنان، عضو مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية، يحييكم في آخر لقاءات هذا الموعد. مرحبا بكم مع آخر عناوين القائمة القصيرة للجائزة في دورتها 14. وشم الطائر، هذا هو أول عنوان روائي للشاعرة العراقية دنيا ميخائيل الصادر عن دار الرافدين. فما إن عرفت دنيا ميخائيل بافتتاح سوق لبيع النساء في العراق وسوريا سنة 2014، حتى سافرت إلى قرى الشمال العراقي حيث التقت بنساء إيزيديات هاربات من جحيم داعش، بعدما كن قد تعرضن للسبي والاختطاف والاغتصاب من طرف أعضاء هذا التنظيم. فجاء التحقيق صادماً لكن مؤثرا، لأن دنيا عرفت كيف تروضه بلغتها الأدبية الجميلة وأسلوبها السلس في عمل راوح بذكاء ما بين رسم صورة رومانسية لطبيعة الشمال العراقي وعذوبة العلاقات الإنسانية والعاطفية بين الإيزيديين البسطاء من جهة، والتوثيق لفظاعات داعش وجرائمها من جهة أخرى. أستاذة الأدب العربي في جامعة ساو باولو بالبرازيل، المترجمة صفاء جبران، عضو لجنة التحكيم لهذه الدورة، أريد أن أعرف منك كيف تمكن هذا النص الذي يوثق لفظاعات ومجازر ارتكبتها داعش بحق الإيزيديين، كيف تمكن من بناء أدبيته؟ فالموضوع القوي الصادم ليس معياراً أدبياً بالتأكيد، لهذا نريد أن نعرف العناصر السردية والأسلوبية التي أقنعتكم بوشم الطائر وجعلتكم في لجنة التحكيم تنحازون لهذا العمل وتختارونه ضمن قائمتكم القصيرة. تنطلق هذه الرواية من فكرة طائر القبش، وكيف أن جماله كان نقم عليه فلا يتمتع بالحرية طويلا، إذ ينتهي سجينا في قفص، فيصير في الرواية رمزا للتغيرات التي ستطرأ على الأحداث، ليس فقط في حياة هيلين وإلياس، بل في حياة أهالي حليقي تلك القرية العراقية التي يتواجد فيها الطائر. فتصير في الرواية سيرة هذه القرية وأهلها المعتادين على عالمهم البسيط، ثم تتأزم الأحداث فيتفاعل أولئك الشخوص مع عالم أكبر وأكثر تعقيداً وقسوة ومرارة. ولكنها أيضاً رواية نساء ورجال وأطفال مختطفين، تبرز من بينهم بطولة تلك الأسرة اليزيدية الممثلة في هيلين وزوجها إلياس وأولادهما الذين يتعرضون للإهانة والتعذيب والتنكيل. أما الجدير بالذكر وبالملاحظة هنا أن بنفس القدر الذي قامت به الرواية لتأريخ وتوثيق الوقائع والأزمنة والشخصيات الحقيقية، فسحت مجالاً للتخيل من طريق مزج السردي بالشعري، وهكذا تمكنت الكاتبة من ابتداع نصيب كبير من الفن والجمال من أجل الوصول إلى توازن في العالم المأساوي والأحداث المريرة التي عالجتها الرواية. أعني أنها تمكنت من تحويل الواقع المأساوية إلى واقع فنية. وربما تكون تجربة ميخائيل الشعرية واتكالها على المفارقات والأساطير الشعبية والرموز مما ساهم في توفير هذا التوازن. هذا عدا عن اعتمادها على ما يسمى بالبناء الدائري للسرد، حيث النهاية تدعو إلى البداية التي انطلقت منها القصة. فقد اتكأت الرواية على جانبين سرديين متضادين، الأول هو مقاربة الواقع انطلاقا من الزمن الحاضر، أما الثاني فهو الاسترجاع من الزمن الماضي. فجاء هذا السرد بلغة شاعرية منسجمة مع الشخصيات، حيث استخدمت عدة تقنيات مثل استحضار السيرة الكاملة لكل شخصية واعتماد أسلوب الحدث الاسترجاعي والمراوحة بين زمنين، واحدا كان عامرا بالحياة والثاني باتت تهدد فيه الحياة، وتوظيف الخيال والأحلام والكوابيس من أجل تحريك الأحداث الدرامية، وكل هذا بأسلوب جمع بين البساطة والعمق وأعطى النص طابع السهل الممتنع. فباختصار هذه بعض العناصر التي أقنعت اللجنة باختيار وشم الطائر لتكون في القائمة القصيرة.
شكرا دكتورة صفاء، والشكر موصول لكم أعزائي عزيزاتي، ويتجدد اللقاء في 25 من هذا الشهر، موعد الإعلان عن الفائزة أو الفائز بجائزة هذه الدورة. إلى ذلك الحين دامت لكم مسرة القراءة وصداقة الرواية العربية.